انتهى المخرج الكبير شريف عرفة من معاينة أماكن تصوير الجزء الثاني من فيلم الجزيرة، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأسابيع القليلة القادمة. الفيلم من تأليف محمد دياب وبطولة أحمد السقا وهند صبري وخالد الصاوي ومحمود عبد المغني والتونسية سناء يوسف. تبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد هروب منصور من السجن واستعادة نشاطه الإجرامي وتشكيل عصابات كبيرة تلعب دور الطرف الثالث في الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد، حيث يستغل قيام ثورة يناير للقيام بعدة جرائم لصالح شخصيات هامة في المجتمع. عندنا ليه لما العيال الصغيرين بيلعبوا عسكر وحرامية العسكر هم اللي بيستخبوا؟ أنا كريمة يا منصور حبيبتك، نسيتني؟ الناس كانت بتخاف من الخط، إنه منصور ده بيعمل أي حاجة عشان يكسب الناس. أصر يا رب. عندنا بيه محدش بيقول لي غريب الحقيقة، كل واحد وليه جنون أقوى دايما جنونه هو اللي صح. بقول لك ايه، انا بنت على اخين، ابويا بيقول عليا ارجل. على كده علاقته ما فيهاش رجال. منصور يا ابني احنا النظام، احنا الحكومه، الناس دي ما ينفعش معاها. هطلع اخد السلاح ومصدرات البلد كلها وكل اللعب عيال.